السلام عليكم. في اطار المسلسل ديال الدفاع عن حقوق المستثمرين في الاراضي السلاليه، كان لنا اليوم لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانيه وعلى راسهم الفريق ديال حزب الاستقلال، اللي تقدمنا له بملف ديالنا متكامل اللي كيمثل النضالات ديالنا قبل صدور القانون الجديد 1762 والى غايه اليوم، والموقف ديال القضاء من القضايا ديالنا، وحصرنا المطالب ديالنا في اطار ملتمسات مقدمه لهذا الفريق، اولها هو وضع سؤال اني شفوي امام البرلمان حول مآل الاستثمارات ومآل الاموال ديال هؤلاء المستثمرين في الاراضي السلاليه. ثانيا، حتى لا تكون وزاره الداخليه خصما وحكما في نفس الوقت، نطالب بتشكيل هيئه وطنيه تشريف على تدبير الحوار المتعلق بحل المشاكل المتعلقه بالاستثمار في الاراضي السلاليه. واخيرا، نناشد السده العاليه بالله على التدخل لانصاف المستثمرين وتفعيل مقتضيات الفصل 20، وذلك من اجل تمكين هذه الخواص وفتح باب التمليك ديالهم الاراضي اللي هي بالحوزه ديالهم اللي اقاموا عليها استثمارات بمبالغ مهمه وهامه. وشكرا. الفكره الوطنيه للاستثمار الفلاحي والسياحي مازال مستمره في النضال ديالهم بين المطالب ديالنا، هي اننا نناشد وزاره الداخليه توقف هذه الدعاوى ضد هذه المستثمرين بحسنية فوق الاراضي السلاليه، وعلى راسهم الناس ديال الجاليه ديالنا، يعني لان هذا مشكل كبير. الناس لبوا النداء ديال صاحب الجلاله نصره الله واياده ودخلوا للبلاد ودخلوا في واضحه النهار واستمروا. دابا لقاو راسهم تيتواجهوا امام دعاوى قضائيه تتقول لهم منين جيتوا كي درتوا دخلتوا لهاد البلاد. يعني هذا الشيء يحز في النفس، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان وزاره الداخليه تتصرف مع هذا الملف هذا واحد النوع من الحكمه والعقلانيه والانصاف. يعني هاد الناس هادو ما تيطالبوش بشي حاجه اللي ما كايناش، تنطالبوا بتفعيل الفصل 20 من القانون المنظم الجديد بامكانيه تفويض لهاد المستثمرين الخواص. إن استثمروا واحد العدد ديال الفلوس وكان التشجيع ديالهم من طرف وزاره الداخليه ومن طرف عده وزارات، ودابا تيتفاجئوا بهذه الدعوة القضائيه. نتمنى هذه الدعوة يوقفوا هذا الفصل يتفعل. وشكرا. استاذ عبد العزيز من الجاليه، حنا دخلنا البلاد ديالنا سلبية ديال جلالة الملك باش نرجعوا نستمروا في البلاد ديالنا، كنا فرحانين بهذا الشيء، فإذا به دخلنا وكتعرفوا كل واحد داك الشيء اللي كيكسب تما جابو وجا، لقينا الأرض كتباع وكتشرى، شرينا فحنا ليغاليزات عند المقاطعات اللي تابعة للداخلية، خلصنا بالشكات، حنا في بلاد اللي هي بلادنا. شرينا استثمرنا، دابا كنلقاو راسنا كنتواجهوا من اين دخلتم لهذا الشيء، منين جيتوا. الانسان دابا حتى لا قالوا له خرج فين غادي يمشي، دابا كاين اللي راه جا من تماك ما بقى عنده حتى شي ورقه ديال البلاد اللي كان فيها مهاجر فيها، الا خرج من هنا فين غيمشي؟ غيمشي للبحر دابا، راه بلاده هذه. ولهذا حنا كننادي جلالة الملك نصره الله اللي يدخل في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله. وكذلك كنوجهوا رساله للمؤسسه الملكيه انها تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع اللي هو الموضوع ديال المستثمرين على الاراضي السلاليه وفتح باب التمليك ديالهم الاراضي اللي هي بالحوزه ديالهم اللي اقاموا عليها استثمارات مهمه وهامه. وشكرا.